بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتكم معلومات عمليه. اتمنى منكم يعني ان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس واعجاب لو الفيديو يعني افاد واستفدت منه. النهارده هنتكلم على حاجه بتشغل دكاتره كتير، الا وهي اجهزه المعمل. انا دلوقتي عاوز اجهز معمل ومحتاج اجهزه ابدا اشتغل عليها، فانا هتكلم دلوقتي على فئه الاجهزه اللي هي السكشن، وان شاء الله برضو في وسط الفيديو ده هتكلم على الاجهزه اللي ممكن حضرتك تبدا بيها، وهعمل مقارنات بين افضل الاجهزه اللي موجوده في السوق المصري وبرضو افضل الاجهزه اللي موجوده في البلاد العربيه وبعض البلاد الاوروبيه. فهنبدا الاول بالاجهزه اللي هي الفئه السعريه المتوسطه اللي هي الاجهزه الصيني، واهم جهازين صيني انا برشحهم جهاز المندري بي اي 88A وجهاز الكلينيكام 1 اللي هو بيسمى بايولابو 102 اي اس، بايولابو اي اس 102. والجهاز ده بيبقى معروف بالاسم ده وبينزل مصر بشركه تبع شركه بايوميد، وبيبقى واسمه خارجي بايولابو اي اس 102. طبعا الجهاز هنتكلم اول بقى على المندري بيجي بثمان فلاتر. الجهاز بيسحب فوليوم قليل 200 مايكرون، والجهاز بيشتغل كاينيتك وكالوريمتريك وفيكس تايم وتربيديمتري وكمان اوبشن الاليزا، وده يعني يعتبر حاجه كويسه جدا ان انت تلاقي الحاجات دي كلها في جهاز واحد. نيجي للجهاز اللي هو كلينيكام 1، نفس النظام 8 فلاتر اقل فوليوم 200، بيشتغل تربيديمتري وفيكس تايم وكمان اليزا. الفرق بين الاثنين ان المندري قوي شويه وبينزل في الاسواق الاوروبيه، اما البايولاب او الكلينيكام معروف بس في الوسط العربي وغالبا كمان في الهند. فانا بالنسبه لي ترشيحاتي في الاول في الاجهزه هبدا بمندري وكلينيكام واحد، ودول على الاجهزه اللي انا برشحها اللي انا اشتغلت عليها لسنين طويله فككفاءه وكشغل، يبقى كلينيكام يبقى مندري وبعد كده كلينيكام واحد. نيجي للأجهزة اللي هي مش الصيني، هنبدأ بجهاز الخمسين عشرة. جهاز خمسين عشرة جهاز قوي جدا وألماني الصنع، عمره الافتراضي كبير، ثبات في النتائج، بس بيعيبه شوية ان هو السوفت وير بتاعه مش سلس في التعامل زي باقي الأجهزة، وشغل التربيديمتري مش بينفع في كل الحاجات، والبرمجة بتاعت التربيديمتري محتاجة اوبشن خاص وبرمجة بطريقة معينة، ومش كل الناس تقدر تشتغل عليه التربيديمتري بسهوله. لكن هو كجهاز جهاز محترم جدا والعمر الافتراضي بتاعه كبير وجهاز محترم. الجهاز اللي بعديه اللي انا برشحه جهاز المايكرو لاب 300 الهولندي او الاوروبي، اللي هو بينزل تبع برضو احيانا تبع شركه سبين رياكت، بيبقى نفس الشكل ونفس كل حاجه ونفس الاوبشن ونفس السوفت وير والهارد وير. فالجهاز ده كويس جدا كسوفت وير وكشغل استحمال شغل و كنتائج، وبيشتغل كمان تربيديمتري والسوفت وير بتاعه سهل جدا. المايكرو لاب 300 مش المايكرو لاب ار اكس 50 ده هولندي، انا ما بتكلمش عن ده خالص، انا بتكلم على المايكرو لاب 300 الهولندي، وده جهاز كويس جدا. نيجي بعد كده الجهاز اللي هو بايو سيستم شركه قويه جدا وبتنزل اجهزه كتير، فهنتكلم على جهاز البايو سيستم كوبرا وجهاز كويس جدا ومحترم. بعد كده برشح جهاز الهيومن، والهيومن في مصر يعني ناس قليله جدا بتعرف قيمه الجهاز ومش منتشر كتير، فيعني احنا بنتكلم على الاجهزه الاكثر انتشارا عشان قطع الغيار وعشان نلاقي مهندسين فاهمين فيه، في نفس الوقت يبقى الموضوع متداول وسهل ان احنا لو في مشكله هنقدر نشوف اكتر مهندس يقدر يشتغل فيه. فالترتيب 50 10 ومايكرو لاب، بس انا بفضل المايكرو لاب 300 عن ال 50 10، مش عشان 50 10 وحش، بس عشان سلاسه السوفت وير في المايكرو لاب 300، والاثنين اللي مبتاعهم 12 20 وسهله التغيير. نيجي بعد كده جهاز كيم 7، الكيم 7 جهاز محترم جدا 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 جدا، وفي اوبشن ممكن ما يكونش موجود في معظم الاجهزه اللي هي اير بيرج، اللي هي طريقه ضخ طرد الهواء، فده بيخليك احتماليه ان انت تسحب اير بابل وانت بتسحب العينه احتمال ضعيف جدا، وبيديك ثبات في النتائج، واللمبه بتاعته برده 12
20 وجهاز محترم جدا ومتوسط في الساعه في السعر بتاعه وجهاز كويس جدا وبيشتغل تربيديمتري فيكس تايم وكاينتك وكالوريمتريك وكمان بيشتغل بي تي تي وبي تي وبيشتغل كمان إلايزا. فده جهاز يعتبر جهاز متكامل جدا بس مش ناس كتيره في مصر عارفين قيمه الجهاز ده. الجهاز ده منتشر جدا في الهند ومنتشر في دول عربيه وجهاز كفاءته عاليه جدا وجهاز محترم جدا وجهاز يعني هو مهضوم حقه شويه في مصر. فكده احنا اتكلمنا على افضل الاجهزه اللي حضرتك ممكن تبدا بيها في فئه اللي هي السكشن. طب انا دلوقتي حضرتك انا لسه هبدا معمل صغير ومحتاج اجهزه تقضي معايا لحد ما اشوف ريت الشغل، فهنبدا بعد كده بالاجهزه الكوفيت. اجهزه الكوفيت افضل جهاز كوفيت انا ممكن اقول لك حضرتك تبتدي بيه جهاز الروبونيك كوفيت، جهاز يعني ثبات في النتائج كويس، لمبته 16 سهله التغيير، جهاز بيشتغل كاينتيك وكالوريمتريك وتربيديمتريك بعد تستات، وان شاء الله باذن الله انا هعمل تجربه على الاي 1 سي على الجهاز ده واشوف هل فعلا هعرف اشتغل على الاي 1 سي بطريقه معينه وكوفيتات معينه، وان شاء الله يا رب يكرم والنتيجه تنفع. يبقى انت كده يبقى معاك ان شاء الله لو التجربه نفعت هيبقى معاك جهاز متكامل بيبقى مع كاينتيك وكالوريمتريك فيكس تايم وتربيديمتري كمان وبي تي وبي تي تي وسعره في المتناول وجهاز يعني عنده ثبات في النتائج وجهاز محترم وجهاز كويس في الفيرجنات القديمه. لكن انا من روبونيك انا ما جبتش سيرته في السكشن عشان الاجهزه الحديثه في الروبونيك في السكشن مش كويسه، لكن الفيرجنات القديمه في الروبونيك سكشن كويسه. فالروبونيك في بعض الموديلات تاخد منها شغل كويس، موديلات الكوفيت كلها الحمد لله الى حد ما معظمها كويس. السكشن في الروبونيك هتلاقي موديلات معينه في السكشن كويسه، اما الموديل الاخير اللي هو الاخر حاجه اصدار ده ما انصحش حد بيه لانه بيحصل فيه مشاكل. فيا رب اكون في الفيديو السريع المبسط ده اديتك فكره مبدئيه على اجهزه الكيمياء اللي حضرتك ممكن تبدا بيها بناء على تجربه عمليه وشغل عملي مش شركه بسوق لجهاز على حساب جهاز. في ممكن اجهزه تكون ما ذكرتهاش مش عشان هي وحشه بس عشان انا ماليش تجربه عمليه عليها، فانا بديك ومن واقع التجربه الاجهزه اللي فعلا اشتغلت عليها وكانت في ثبات في النتائج وعمر افتراضي كبير. يا رب اكون افدتكم في الفيديو ده. يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.